تحت يعني. حديث الجامعة يعني. مكتبة العلوم البيئية. العلوم البيئية طبعا. مكتبة القصاص. أنا كان كل ما يظهر الدكتور القصاص كل شغف إلى ما سيقول. كل مرة كان بيضيف جملة جديدة. كل مرة يعني ما فيش ولا مرة كرر حاجة حقيقة. ولا مرة. كل اللي قاله حقيقي يعني أنت عامله بشكل جيد جدا. على الشاشة فيش تكرار، في اهتمام شديد جدا بالتفاصيل وبالتواضع الجميل اللي هو فيه وبإحساسي حتى وانت في حكاية معالي الوزير الأولانية اللي ما عجبتنيش في الأول، انت رديت عليها في الآخر بأنه لا أنا بأنكر أن أنا زعلان. فعلا شيء هو ده بالضبط. عالم مصري محترم جدا، علاقته بالسلطة معروفة، يعني ما فيش أجمل من كده يعني بالنسبة لنا كمتلقي يعني. أهلا مع الوزير.